حبي ليك يا بابا اكبر حب انا عرفته، عشقي ليك يا بابا اجمل عشق انا عشته، حبي ليك يا بابا اكبر حب انا عشته، عشقي ليك يا بابا اجمل عشق انا عشته. الحفل اليوم شهد إصدار أغنيتي الجديدة لماما من إخراج سعيد مسارية، كلمات سي محمد وتوزيع بدر المخلوقي. هذه الأغنية اللي درتها تكريم لكل أم مغربية أو كل أم في العالم، لأن هذا الشيء اللي يمكن نعطيه للأم ما يمكن إلا نعبروا على حبنا لها وعلى امتناننا لهذه الإنسانة وهذه السيدة اللي أعطت بزاف. واليوم أنا كرمت للا سعاد صابر وكرمت عبد القادر مطاع، شي حاجة اللي قليلة في حقهم، وماشي غير أنا اللي كرمتهم راسي، كاع الناس اللي كانوا حاضرين معايا كرموهم، ونتمنى هذا الشيء يعجبهم ويكونوا فرحانين. الحضور ديالي اليوم هو الحفل إطلاق أغنية ديال بدر السلطان ديال الأم، فأنا كنبغي نحييه على هذا العمل وأنه تفكر الأمهات ديالنا كاملين، وانا متاكد ان غادي تكون ان شاء الله شي حاجه زوينه. رجاء ما جاتش معايا حيت ديجا كاين عندها شغل في قطر، عندها اعراس، كتهي اعراس تماك، فصادف انه هذا النهار ما غاديش تكون هي، فوالا عمر فيه كل شيء، عمر موجود فيه كل شيء، يعني ما كاين لا جي رجاء. العلاقه ديالي يعني علاقه اخوه انا وبدر السلطان، يعني مش حالي هنا كنعرفو يمكن اكثر من ربع سنين ولا ما عرفت 5 سنين، عزيز عليا بزاف، و انا صراحه فرحان لهذا الشيء اللي وصل ليه، وكنبغي نوجه ليه تحيه كبيره. الجديد ديالي هو اغنيه راي ان شاء الله غادي تكون جديده من هنا ل 10 ايام، غادي تكون شي حاجه زوينه ومتاكد منها غادي تعجب الناس. ومن بعد كاينه ديو انا ورجاء، غادي يكون في شهر 1، شي حاجه ستيل وشي حاجه مغايره على السيرات اللي كتعرفوهم كاملين. رجاء كنبغي نقول لكم كنحماقوا عليكم بزاف، وبلا بكم عمر ورجاء ما كيسوا والو. وسام امير فنان لبناني مقيم بالمغرب، انا موجود اليوم، موجود عند اخي الفنان المتواضع والاخ والصديق بدر سلطان، لانه بيستاهل انه يكون فنان ونحن ندعمه، موجودين معه اليوم، وان شاء الله الف مبروك وبيتوفق بحياته يا رب. جديد ان شاء الله في اعمال كثير حلوه، في فيلم مع المخرج سعيد الناصيري، طلعت زكريا الله يرحمه، انتصار، خوله بن عمران، مراكش اسمه اخناتون في مراكش، فيلم جديد ان شاء الله قريبا، وعم كمان عنا افتتاح كافيه ريستو لالي موجود بعين دياب هو بكازابلانكا، وعنا 3 أغاني، عنا لبناني وعنا مغربي وعنا مصري، ان شاء الله يعني هالسنة تكون واعرة. تحية كبيرة لألون، انا من دونهم والو، مثل الطريقة المغربية، كل الدعم لألون وكل الحب لألون، وانا اشتقت لهم وبوعدهم بشيء كثير حلو ان شاء الله قريبا. انا اليوم فرحان بزاف انني نكون مع خويا بدر في انطلاق ديال العمل ديالو الجديد، هذا شرف ليا، وحنا هنا الا باش نكونوا كندعموا بعضياتنا كفنانين باش الفن المغربي يزيد القدام، وان شاء الله قريبا غادي يكون الجديد ديال ياسمين رايز، انتظروني غادي يكون جديد اللي غادي يعجبكم بزاف، ديما تابعوني مع هيبا بريس. تبارك الله عليك. السلام عليكم، كنشكر هيبا بريس على الاستضافه، اللي صراحه هيبا بريس من اللي كانوا شجعوني في البدايات الفنيه ديالي، كنتمنى لهم حظ سعيد في المجال ديال الصحافه. الوغ بالنسبه للحضور ديالي لا شونسون ديال بدر سلطان، حضور اللي كيشرفني، لان لا شونسون كتعطي واحد القيمه للمراه المغربيه سورتو الام، يعني شونسون اللي نهديها لماما ولجداتي ونهديها لراسي كوني انا ام، صراحة أغنية اللي كنتوقع أنها غادي تكون زوينة. بالنسبة للجديد الفني ديالي، أنا مؤخرا ساليت التصوير ديال مسلسل أسرار النساء، كانت عندي معاهم ضيفة حلقة اللي كيدار في MBC 5، ومؤخرا ساليت التصوير ديال المسلسل إن شاء الله غادي يخرج جديد سميتو ولاد المختار، من إخراج علي الطاهري، لعبة في دور ديال الشرطية. بالنسبة للغياب المجال الفني، ألوغ الجمهور ديالي متبعني مزيان وعارف أن السبب الغياب ديالي هو الطلاق ديالي والزواج، ومهم بزاف ديال يعني المشاكل الشخصية،
كنت وقفت على المجال الفني، مي الحمد لله انا رجعت دابا ورجعت باعمال قويه، وان شاء الله غادي يكونوا مفاجات اعمال جديده ان شاء الله. الوغ بالنسبه لبطاقه الفنان، انا حتى انا ما عنديش بطاقه الفنان، انا بديت في 2008 مي ما صايبتهاش. كنقول يعني ان الفنان ما كيتقاش بطاقه الفنان، يعني فنان راه فنان، تقدر يعني بطاقه الفنان كتساعدك في شي حوايج، مي بالنسبه ليا هادشي علاش ما درتهاش، مي علاش لا نقدر نصايبها من هنا لقدام. الوغ كنشكر الجمهور المغربي سورتو لي فان ديال احلام شرف الدين اللي متبعينها من زينات الحياه، كنشكركم وكنشكركم على الدعم ديالكم اللي كديروا ليا، وان شاء الله نبقى دائما في عند الثقه ديالكم. وشكرا. السلام عليكم، نبيل الخالدي، انا اليوم حاضر في اللونسمون ديال الاغنيه الجديده والكليب الجديد ديال بدر سلطان، وبدر سلطان هو صديق وفنان كبير ولد الناس، تنعرفوا من ايامات ستوديو دوزام، فتنتمنى ليه ان شاء الله تكون هذه الاغنيه من اجمل الاغاني المغربيه ديال هذا الوقت، وتنال واحد النجاح كبير. الاغنيه هي على موضوع الام، وما كاينش واحد اللي ما عندوش علاقه زوينه مع الام ديالو، وتنتمنى ان شاء الله تكون هذه الاغنيه ماشي حتى تتكلم على الام ما يسمعش لها الشباب، تنتمنى تكون ان شاء الله تلقى نجاح كبير، لان حتى الام يمكننا نتكلموا عليها بواحد الطريقه ديال الحب وديال النشاط وديال 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 الفرحه. الكليب تصور في مدينة مراكش وسط عائلة مغربية إن شاء الله، وتنتمنى هذه الأغنية توصل للعالم العربي كأكمل إن شاء الله ويكون عندها نجاح. جيت نحضر الشوكيز ديال الأخ ديالي والعزيز عليا بدر سلطان. جيت اليوم باش نحضر لا كونفيرونس دو بريس ديال الفنان بدر سلطان والصديق بدر سلطان في سينجل ديالو يا ماما، إن شاء الله نتمنى له النجاح الكبير فيها و التألق دائما، وفرحان انني موجود مع هذه النخبه من الفنانين في هذه لا كونفيرونس دو بريس. السلام عليكم، مرحبا بريس، اليوم انا كتواجدت في حفل اطلاق اغنيه يا ماما الفنان بدر السلطان، كيشرفني الدعوه والحضور مع ثلاث من الفنانين، وهذا شرف كبير انني نحل هنايا، وكيعجبني الابداع انه يكون حسي احسن من يعني بزاف ديال العطيه ديال الفن، كنشوفوا كل موضوع كيتماثل، ولكن يكون احسن اننا نحطوا بعض المواضيع اللي كنحسوا بهم وكتعيشوا بهم في الوسط الاجتماعي او الانساني لنا. فهي ماما كتقيس واحد الانسانه اللي رباتنا اللي حملتنا ثقلا وهنا على وهن، فهذا كلمات كتكريما، ولكن التكريم كيتبادل مع السنوات مع العطاء. فشكرا لبدر السلطان على هذا العطاء ديالو، على هذا الاختيار ديالو، وبين غيعطي الصدى الابداع، فهذا لا يخفى بريقه على الابداعات ديالو دائما. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.